يتكشف حجم الدمار يوما بعد آخر، ومعه تتكشف همجية العدو الذي يطال المدنيين ويدمر الاقتصاد المحلي، وكأنه يسعى لإقامة منطقة عازلة حتى في منطقة النبطية. أكثر من 300 شهيد سقطوا في منطقة النبطية منذ بدء العدوان، والعدد مرجح للارتفاع في ظل المجازر اليومية التي ترتكب، وآخرها مجزرة عرب صليم التي ذهب ضحيتها يوسف موسى وزوجته وحفيدته، والتي تدل على أن بنق أهداف العدو مدنيين عزل قرروا الصمود. لم يترك علي الزيباوي مدينة النبطية التي تتعرض يوميا لوابل من الغارات، فهو يعتني باثنين من ذوي الحاجات الخاصة، قرر مواجهة آلة الحرب ويتحدى الغارات ليبقى بقرب من يعتني بهم. الاثنين معاكين بخدمهم لانه هني ما فيني يروحوا ويجوا ولا اي مستحيل بدون يظهروا. عندي زلم كبير ما له حدا عمره 90 سنة، مرته ميتي ما عنده اولاد، انا عم بخدمه، وبعض الناس اللي بدوا مني شيء عم بخدموا كمان من ادوية من كذا، العجزة الكبار بالعمر اللي هني بعضهم مش قادرين انه يروحوا، عندهم معاكين، في عائلة كمان عندها معاكين اثنين كمان هي واخواتها موجودة، كمان انا عم بخدمها بجيب لها ادوية بجيب لها كذا، كل حدا بده مني شيء طبعا انا عم اقدم حالي مرحلة صعبة، وعم روح وبيجي والله عم يزمدني، زلزلت 4 مرات بعد عني الأزمات يعني شي 50 متر. عشرات الغارات سقطت على منطقة النبطية أسفرت عن سقوط 5 شهداء وعدد من الإصابات، شهيدين في غارة زوتر الغربية، 3 شهداء في غارة عرب صليم، و3 جرحى في غارات النبطية. الجديد في استهدافات العدو المجزرة التي ارتكبها في بلدة دبل الحدودية، وذهب ضحيتها 3 أشخاص من عائلة واحدة، في حين استهدف العدو مبنى من عدة طبقات في بلدة زبدين وسوته أرضا، كذلك طالت الغارات أنصار وجبشيت. مرحلة جديدة من العدوان على الجنوب بدأت مع بدء الهجوم البري للعدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة. عمليات وكمائن المقاومة هناك تؤكد أن التقدم جنوبا سيكون مقبرة العدو. بالمحصلة حال من الترقب تسيطر على الجنوب الذي يعيش ظروف الحرب بكل تفاصيلها وسط غياب تام للدولة، ومع ذلك يقاوم لأجل هذه الأرض بجناحيه المسلم والمسيحي. الشهداء استهدفت منزل كاتب بلدية حاروس وابنه، و3 كانوا يقدمون الدعم لأبناء البلدة. هذا هو إجرام العدو وهذا هو بنك أهدافه، مدنيون يقضون على مذبح الوطن. جرائم العدو لا تتوقف في مدينة النبطية. لموقع جزيد تحكي، رنا جوني.